مرحبا بحضراتكم، حلقة جديدة من بنت النيل. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة والمسلمين كلهم طيبين في جميع أنحاء العالم. النهاردة نستغل الفرصة أن احنا نتكلم عن الترابط الأسري وعن صلة الرحم. طبعا كلنا في الأعياد بتبقى بالنسبة لنا فرصة ذهبية جدا أن احنا نروح ونزور قرايبنا، متعودين من وإحنا صغيرين أن احنا بنتلم كلنا مع بعض في العيد. ولكن للأسف الشديد في الفترة اللي فاتت حسيت أن الموضوع قل شوية علشان التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي خلى الناس تبعت رسائل بس لبعض، وهم كده شايفين ان هم عملوا اللي عليهم وان هم مش لازم يروحوا ويودوا بعض ويزوروا بعض ويجتمعوا في العيد. عشان كده ان احنا النهارده في الحلقه حابين نتكلم اكتر عن ازاي نرجع تاني الترابط الاسري. طبعا كل سنه وانتم طيبين. مرحبيني او مشرفيني هنا في الاستوديو، احب ارحب بيهم دكتور ايمان عبد الله محمد، وهي استشاري صحه نفسيه وعلاج اسري. برحب بحضرتكم. صحه حضرتك طيبه. حضرتكم والساده المشاهدين اهلا بيك. معايا ايضا استاذ دكتور محمود الصاوي، وكيل كليه الاعلام جامعة الازهر. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. استاذ المشاهدين جميعا كل سنه وحضرتك طيبين. طيب اسمحوا لي هبدا تفاصيل هذه الحلقه ولكن بعد فاصل قصير جدا، خليكم معايا. حضراتكم مرة أخرى. خلوني أبدأ مع ضيوفي دكتور إيمان. أولا متعودين من وإحنا صغيرين إن العيلة كلها بتنزل تصلي، لو الأطفال لسه صغيرين أو ممكن الأب والأم بينزلوا يصلوا مثلا، والأب لما بيرجع الأطفال بيبقوا مبسوطين وعايزين طبعا العيدية دي أول حاجة الأطفال بيسألوا عليها، ويتلموا مع بعض يفطروا مع بعض ونبتدي بقى نزور قرايبنا مثلا بعد الغداء أو بعد الفطار. شايفة إن ده لسه بيحصل لحد دلوقتي ولا حاسة إن ده قل عن زمان؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وحضرتك والسادة المشاهدين بخير يا رب، وعيد فطر مبارك علينا جميعا يا رب وعلى مصر الحبيبة. طبعا هو موجود، ما نقدرش ننكر ان هو مش موجود، ولكن ابتدى يقل زي ما حضرتك قلتي في البداية بسبب التواصل الاجتماعي او عدم بس القيم والطقوس السليمة او الطقوس اللي احنا معتادين عليها في الاعياد. فعندما يتغير المجتمع بعاداته وتقاليده، اذا هناك متغيرات واليات تؤدي الى هذا التغيير، ومنها التواصل الاجتماعي ومنها عدم الحس على إقامة هذه الظواهر الاجتماعية الحميدة. احنا بنقول ان طبعا زي ما حضرتك ذكرتي ان احنا متعودين ان احنا لازم ننزل نصلي العيد، وانا بقول ان من خلال العيد بنعتبر مدرسة بطريقة مباشرة او غير مباشرة للاطفال، خصوصا الاطفال. الانسان محتاج لحاجتين، الانسان كونه اجتماعيا محتاج انه يعيش مع افراد في جو مريح. الجزء الثاني النفسي، فاحنا محتاجين لبعض عشان نفتكر دايما الروابط اللي بتفضل معانا في الذاكرة طول العمر، ان انا وانا صغير كنت ببوس ايد جدي وجدتي، ان انا بعيد على قرايبي كلهم، ان احنا بنتجمع، فلازم الذكرى دي تفضل في الميموري طول الحياه بتاعتنا علشان تدينا البهجه والوقايه النفسيه طول العام. فان ربنا سبحانه وتعالى اعطانا هذا العيد علشان نفرح ونتبسط، والانسان بيبقى محتاج الى افراز الهرمونات اللي بتؤدي الى فعلا هرمون السعاده زي الاستروجين، وده
ده بيجي من ان احنا فعلا بنستشعر هذه الافراح. دايما كتير بيسالوني احنا نخرج ولا نقعد في البيت ولا نعمل ايه. انا من الناس اللي احب اول يوم وده الصح ان احنا يبقى فيه نوع من انواع الترابط، نقعد نحكي مع بعض ونتبادل الزيارات، ولازم نزور الجد والجده الناس الكبار اللي مش قادره. اول يوم يوم اسري بحت ده لازم يبقى كله للاسره، ونهتم دايما ب انا في العيد بحب حاجتين جدا الاسره تركز عليها، هي كبار السن والاطفال. الاطفال ان انا اعيشهم جو العيد قبل ما يبدا العيد باستقباله، بانهم يجهزوا لبسهم لان من حقهم يفرحوا، يعرفوا ان في عيديه، يعرفوا ان هم هيزوروا جدتهم وجدهم وقرايبهم واصدقائهم واصحابهم، هو يوم الزيارات. الجزء الثاني كبار السن لازم نروح ونقبل ايديهم ونهنيهم على لان هم ياما تعبوا معانا وياما جابوا لنا. فانا يمكن عملت خطه كده للعيد ان الاطفال الصغيرين يروحوا يدوا هدايا لكبار السن في العيد، يعني ردا للجميل وردا الموضوع ما يبقاش مقتصر خالص على العاديه، ولكن هدايا حتى بسيطه خالص دي هتفرح كتير قوي الكبار. طيب دكتور محمود، بيهمني ان انا اعرف واعرف طبعا الناس ليه الله سبحانه وتعالى ورسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يعني وصوه بصلاه الرحم. وصوا بصلاه الرحم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا مولانا رسول الله عليه وصحبه ومن والاه. كل سنه ومصر كلها وامتنا الاسلاميه العربيه بكل الخير والسعاده بمناسبه هذه الايام الجميله، ايام عيد الفطر المبارك. الحقيقه صله الرحم الفريضه الغائبه نسبيا في هذا الزمان. احنا الحقيقه فريضه صله الرحم من الفرائض المهمه جدا في الاسلام، الحس عليها وذكرتها النصوص المؤسسه للاسلام في القران الكريم والسنه النبويه. ولا يدخل الجنه تقاطع الرحم. صله الرحم دي قضيه لا يستغني عنها الانسان، وصف بها كل الاديان السماويه مش فقط الاسلام، كل الاديان لا يوجد دين من الاديان السماويه الا وحث اتباعه على صله الرحم والتزاور. والحقيقه قضيه صله الرحم يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب في عمران الديار وطول الأعمار. سبب صلة الرحم سبب في عمران الديار و بركة، يعني الأول وفي الآخر هي بركة فريضة. طبعا يعني أنا عاوز الحقيقة أخليها دايما في مستوى الفريضة، لأن للأسف الشديد الناس الآن بدأت تتعامل مع السنن والمندوبات بشيء من التهاون واللامبالاة. يعني أنا بقول إن صلة الرحم فريضة زي فريضة الزكاة وزي فريضة الصيام وزي فريضة الحج، هي فريضة من فرائض الإسلام لأنها حقيقة بيتماسك بها المجتمع. لا يمكن أن المجتمع يظل متماسك وقوي وقادر على النهوض والتقدم والأسر مفككة والأسر يعني غير واصلة. وبعدين مفهوم الوصل الرحم نفسه أو صلة الرحم الحقيقة محتاج إلى إعادة تصحيح، لأن إحنا عندنا الناس ثلاثة أنواع. في قاطع وفي واصل، خلي حضرتك، وفي مكافئ. بمعنى مكافئ. أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا المعنى، قال ليس الواصل بالمكافئ لكن الواصل من إذا قطعه الناس وصلهم. الحقيقة للأسف الشديد الصورة الذهنية العامة الموجودة في المجتمع النهاردة عن صلة الرحم أنه الشخص يعني مبادلات أو معاوضات، يعني حضرتك زرتيني أنا بزورك، حضرتك يعني عملت واجب معين معايا أنا بعمل واجب مع حضرتك، لكن ليس هذا وصل، ليس هذه صلة الرحم. صلة الرحم الأصل يعني دي مكافآت بتتم، لكن صلة الرحم اللي فرضها الإسلام واللي حثت عليها كل الأديان أن احنا نصل حتى الناس اللي بيقطعونا. وهو ده معنى العباده الحقيقي ومعنى الجهاد، لان دي مشكله حتى موجود داخل المجتمع انه لا انا مش هي ما زارنيش مش هزوره، ما قدمنيش هديه مش هقدم له هديه، هذه ليست صلة رحم. ما يبقاش بالطريقه دي، مش مبادلات مش معاوضات. طيب واحد جه النبي عليه الصلاه والسلام، اتفضل. اسمح لي، احنا هنروح دايما بقى لما بنزور قرايبنا وكده، وفي العيد اهم حاجه برضه بنهتم فيها الكحك والبيتي فور وكل حاجه. الناس بتبقى مهتمه قوي بالاكل بعد رمضان، فيهمنا برضه ان احنا ازاي ندخل على العيد من غير مشاكل، لان الناس للاسف الشديد بتستغل بقى ان هي لسه طالعه من رمضان فعايز ياكل كل حاجه ويركز اكتر على الحلويات، وبيبقى فيها ناس بالدهون عاليه جدا. فازاي ان احنا ندخل على العيد بدون اي مشاكل؟ مشرفني او بينضم الينا عبر الهاتف دكتور مجدي بدران، وهو استشاري تغذيه وعضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب يا دكتور. دكتور يعني كنت لسه بقول الناس بقى بتبقى لسه طالعه من رمضان عايزه حلويات كتير، ازاي نتبع اساليب صحيحه يعني ان احنا ناكل بمعدلات كويسه، والنصايح اللي حضرتك بتقدمها للناس في العيد؟ لازم العيد ده يبقى مختلف عن اعياد السنين اللي فاتت كلها. نيو لوك للعيد في 2019، كل سنه وانتم طيبين.
ولازم نعرف ان احنا في المبادره الصحيه اللي عملها السيد الرئيس السيسي 100 مليون صحه كده لو 70% من الشعب المصري عنده زياده وزن او سمنه. حقيقه خطيره وتؤثر على الاجيال، وما ينصحش ابدا الحاجات دي بتزود لنا 25 مرض. اللي زود وزنه في رمضان يخلي بالك من اللي حوله، والناس اللي هي محافظه على وزنها ما تزودوش لو سمحتوا، لان السمنه اما بتزيد والوزن زي يزيد بيدخلني في ضغط مرتفع وسكر وللاسف معايا وحقيقه سرطانات. يبقى مش عايزين تاني حكايه ادمان السكر، وادمان السكر 80 ضرر صحي وتابعوها على النت لما اجي بدران ادمان السكر. الابحاث الحديثه بتقول ان فعلا في خلايا في المخ بتدمن السكر، وكل ما احب السكر بيبقى عايز اكثر واكثر واكثر، مع السم الابيض الثاني اللي هو الدقيق، مع السم الابيض الثالث اللي هو الملح برضه زياده احيانا بعض العياد والتورت والمخلل والسيخ والحاجات دي، الحاجات دي كلها خطر على صحه المصريين. يبقى اللي هياكل انا مش هاكل، اللي هياكل ياخد قطعه صغيره جدا جدا، لان القطع المعتاده بتدي من 300 ل 200 ل 400، اللي بياخد خمس قطع دخل له 2000، لا انت كده زودت وزنك على اخر العيد انت كده. لازم احنا نعمل حاجه جديده. انا ارشح السنه دي عيديه العيد تبقى ثلاث حاجات. عيديه العيد السنه دي للمصريين كلهم هتاكلوها في بيوتكم او في نزورهم وناخد حاجات دي هديه واحنا رايحين. عايزين الحته المستنبته، لان كل الشعوب المتحضره دلوقتي في اوروبا وفي المانيا اصبح غذائهم اغلبهم مستنبت، واليابان الغذاء المستنبت ده بيزود الفوائد 35 مره وده بيرفع المناعه وبيزود العمر ويقلل السرطانات. تمام يا دكتور، هو بس عشان الناس فعلا مش داريانه قوي بالسعرات الحراريه اللي موجوده في الكحك يا جماعه، انتوا فعلا كم كحكه ممكن توصلكوا لسعرات حراريه انتوا في غنى عنها طبعا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي بدران، استشاري تغذيه وعضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه، بشكرك شكرا جزيلا. برجع لحضرتك مره اخرى، حضرتك كنت بتقول لي قاطع للصله واصل ومكافئ. بالظبط كده، واحنا وضحنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام ليس الواصل بالمكافئ، يعني فكره ان تتحول قيمة من أهم قيم الإسلام اللي هي قيمة صلة الرحم، وكل الأديان حست على صلة الرحم، إلى مجرد مبادلات ومعاوضات، هو ده اللي بيعمل الأزمة داخل المجتمع. والحقيقة لازم المفهوم الثقافي ده يتغير عند الناس حتى نستعيد فعلا قيمنا الأصيلة. ليس واحد جه النبي عليه الصلاة والسلام قال له أسأل الله لي قرابة، يعني قرايبي لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، أعمل إيه؟ أنا بوصلهم ومش بيوصلوني. فقال حد غيره كان على طول رد السيئة بالسيئة، ما دمت على ذلك سيرجع الله لك نصيرا ما دمت على ذلك. ووصاها النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات والاستمرار. وبعدين يعني الانسان المفروض انه يدفع السيئة بالحسنة، لا يدفع السيئة بالسيئة. لا يمكن لأي مجتمع يتقدم أو ينهض والأسر مفككة والأرحام مقطعة، لا يمكن. طبعا الكل بريد سبب دخول الجنة، سبب دخول الجنة اللي هي اعظم جائزة احنا بنرجوها جميعا من الله سبحانه وتعالى صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء اليه رجل قال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنة، قال ان تعبد الله لا تشرك به شيئا وان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. حتى يعني لما سافر سيدنا جعفر بن ابي طالب الى الحبشة في ايام الاسلام الاولى في الهجرة، وهو بيعرض الاسلام قال له احنا كنا قوم اهل جاهليه وشرك، نقطع الارحام ونائد البنات ونعبد الاوثان، فجاءنا رسول نعرف اصله ونسبه، امرنا بصله الارحام وامرنا مليون خط طبعا تحت صله الرحم. طبعا دي قضيه في منتهى الاهميه، ليست سنه وليست مندوب ولكنها فريضه زي الصيام والصلاه والزكاه والحج، عشان بستفضل دكتور دايما حضر في عيون وفي قلوب الناس يعني. اكيد يا دكتور. طب دكتور ايمان هرجع لك مره تانية، للاسف شديد احنا متعودين دايما الاب كان دوره في البيت ان هو بيربي مع الام، لان الاب كان بيروح شغله بيرجع الساعه 2 و3 بيتغدوا العيله كلهم مع بعض وتمام. دلوقتي ما بقاش كده، دلوقتي بقى الاب مطحون جدا، ممكن يرجع بيته الساعه 10 بالليل بعد ما الاطفال اصلا يناموا، فده اكيد ما بقاش فيه الترابط برضو الاسري، يعني مش بس بتكلم على العيد طبعا، بتكلم على مدار اليوم يعني فمدار السنه كلها. فحضرتك شايفه ده ازاي بقى، ازاي نحافظ على الترابط الاسري؟ يعني كنا بنتكلم على صله الارحام زي ما الدكتور محمود تفضل وقال، فما بال حضرتك بالعلاقات الاساسيه داخل الاسره اللي هو الاب والام اللي هو بيمثلوا الحمايه، بيمثلوا الدرع، بيمثلوا الوقايه للاطفال والابنائهم كلهم، يعني حتى يعني بمختلف مراحلهم. انا بقول الاب مهما يكون مطحون هو هنا دوره اب. انا مش عايزاه يبقى دوره عباره عن بنك نوت فقط. الفلوس مطلوبه عشان الحياه تمشي، لكن النفوس علاجها صعب. اني انا اهدر نمو نفسي لاطفالي دي صعبه،
فيما بعد، ودي بنشوفها عندنا في العياده والكلام ده كله. لكن انا بقول انه لازم نخصص وقت زي ما بره بيعملوا 15 دقيقه يوميا للاستماع، 15 دقيقه اخرى للحوار، يعني اسمعك وانا يبقى في حوار ونتبادل هذا الراي. امتى اتكلم مع الاب؟ الحياه الاسريه وظائف ومسؤوليه. من وظائف الاسره هنا انه الاب يكون له دورين، اب وزوج. الام ليها دورين، ام وزوجه. فهل كل واحد منهم بيؤدي هذا الوظيفه، هذه الوظائف ام لا؟ فدي مشكله. احنا بنقول يمكن العيد يكون فرصه، لان الناس اللي بقى لها مده ما شافوش بعض، الناس اللي بيكلموش بعض، الناس اللي مشغولين، لازم نشبع جدا من بعض يا جماعه فيس تو فيس، مش عبر الوسائل الالكترونيه. لازم ابني يحس بالتعبير، علشان كده حتى بقت طريقه الحوار متدنيه، لان انا مش متعوده اتكلم مع شخص قدامي، انا ايدي بقى اللي بقت تتكلم، عيني اللي بقت تشوف صور مصغره للبشر، بدل ما كنت بشوف الام بقامتها والاب بقامته والانفعال ورد الفعل والتعاطف. جزئية التعاطف دي مهمة جدا، أنا بقيتش أشوفها، يعني الأم بتكلم بنتها على الواتساب والأب بيكلم أولاده أو بالكاميرا. هناك والله أحيانا بيبقوا نفس يعني جوه البيت وبيبعتوا البيت على الواتساب وكده، يعني استسهلوا إن هم يروحوا البحر. دي هتعمل مشكلة بعد كده. فإحنا بنقول من خلال إن العيد هو الشكل الاجتماعي بتاعنا اللي إحنا بنتمناه، نحاول إن إحنا كمان نعلم أولادنا إنه نطلع من العيد بثلاث حاجات، في جزء ديني في العيد وفي جزء اجتماعي وفي جزء نفسي. لازم آخد الأطفال بعد ما إحنا قلنا اليوم الأولاني في زيارات، برضو نخلي الثالث في زيارات لأماكن الأطفال محرومة منها من العطف ومن الحنان ومن الماديات. ننزل نودي للناس دي، نزورهم، نسلم عليهم، نديهم بعض الهدايا، نديهم جزء من الفلوس، نجيب لهم لبس جديد. ليه؟ علشان يبقى في التكافل الاجتماعي اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا بيه، وده شكل من أشكال العيد لازم يبقى موجود، إن إحنا بنتكلم في لبس، بنتكلم في إن إحنا نعطي الفقير، إن هناك صدقة، الصدقة مهمة جدا، الزكاة في اليوم ده ليه؟ عشان يبقى فيه التكافل. هذا اليوم هو التجمع ما بين الغني والفقير، ما بين الكبير والصغير. فلازم هنا تلاحم علشان قوة الأسرة وقوة المجتمع أيضا. طب أخيرا من يا دكتور، أخد من حضرتك إجابة السؤال ده، هل جعل الإسلام الصدقة للفقير البعيد صدقة، وأيضا على ذي الرحم اثنتين صدقة وصلة؟ عايزة برضو لا شك أنه يعني سد احتياجات الأسر والأقارب مقدم طبعا في الصدقات، وهو فعلا زي ما يعني وضح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو صدقة وصلة، لأنه مهم جدا أن احنا نتفقد أحوال أقاربنا وأهالينا ونقدم لهم الصدقات، احتياجات الحياة، احتياجات اللازمة لهم، نسد احتياجاتهم. وده دي مسألة في غاية الأهمية. وأنا الحقيقة أحب أنتهز فرصة وأتكلم عن قضية إزاي نعلم أولادنا صلة الرحم. دي مسألة في غاية الأهمية لابد منها، لأنه إحنا كلنا أبناء جيل الحقيقة تربى بالقدوة العملية. الكلام النظري الكتير الحقيقة ما عادش ينفع في الوقت ده، وما عادش بيجيب نتيجة. إحنا محتاجين الحقيقة إن إحنا نربي أولادنا. أنا رايح أزور أخويا، ابني في إيدي بزور عشان يزور عمه ويعرف إن العم ده زي الوالد وله حقوق عليه، ويعرف ولاد عمه. حضرتك بتزوري أختك مثلا، يبقى على طول بنتك في إيدك عشان خاطر تزور خالتها وتعرف خالتها وحقوقها وأولاد خالتها. يعني لا يمكن إن ربي الأطفال من هم صغيرين على ده، لأن هم اللي بيشوفوه هم اللي هيعملوه بعد كده. هو ده المخزون، القيم اللي إحنا بنعيش منه النهارده، أنا وأبناء جيلي من المصريين، هو اللي احنا تلقيناه في صغرنا، في أسرنا، في قرانا، في بيوتنا، هو ده اللي احنا تعلمناه في صغرنا بالقدرة العملية، هو اللي احنا بنعمل نصرف منه النهاردة. ولازم نورث للأجيال القادمة، لأنه الآن سنرتكب جريمة في حق الأجيال القادمة إذا لم نقم بتعليمهم عمليا صلة الأرحام. احنا بنشارك يعني كلنا يعني سنذهب إلى الله سبحانه وتعالى، وستبقى هذه الجريمة الاجتماعية. أنا بقول بمنتهى الوضوح، القطع الرحم جريمة اجتماعية وعملية انتحار جماعي وبؤر سرطانية داخل المجتمع، ولا بد من التعامل معها بكل قوة، وكلنا نتكاتف في ده. وإحنا كآباء وكأولياء أمور مسؤولين مسؤولية مباشرة عن إن إحنا نورث أولادنا طبعاً المستقبل، نقدم الهدية لمصر القادمة في العشرين سنة، في ثلاثين سنة، خمسين سنة القادمة، يعني أسر متماسكة وقوية من خلال أطفالنا اللي إحنا الآن بنهمل تربيتهم على قيم صلة الرحم، وبنورث ذل الأجيال القادمة. وأعتقد دي أكبر جريمة بيرتكبها من يقع فيها، ولابد نحن نكون منتبهين جدا للمعنى ده. سامحونا أنا بتكلم بس كنت صراحة، وإحنا في أيام العيد، بس معلش الموضوع خطير والموضوع يستاهل نحن نتكلم فيه بكل القوة وشجاعة، ونحاول نتعامل. دي مشكلة وجع من أهم أوجاع مجتمعنا المصري والعربي، قضية قطيعة الأرحام، لابد من التعامل معها. وكما تدين وتدان طبعا، أنت النهارده بتبر يعني بتعلم يعني بتبر أبوك،
بكره ربنا سبحانه وتعالى سيرزقك من يبر بك في كبرك وانت في شد الحاجه اليه، لابد من التواصي كلنا. وكل سنه حضراتكم طيبين جميعا وعيد علينا. شكرا يا دكتور، بس اسمح لي اخذ من كلامك واسال حضرتك برضه يا دكتور، يعني ازاي ده ممكن يعود بامراض العزله، عزله الانسان ممكن ازاي تعود بامراض صحيه وايضا امراض نفسيه على الفرد نفسه؟ سريعا من فضلك يا دكتور. اولا احنا بنقول انه لازم ولا بد من فعلا تربيه الاطفال وتربيه النشأ اللي طالع كله على صله الارحام. اكتر الاشياء اللي بتجيني في الاستشارات حزنا والما هي الناس اللي عايشه في العيد بدون ما تتكلم مع اقاربها او بتتكلم مع الناس. ليه؟ لان احنا ابتدينا يبقى الفطور واخدنا. الانسان بطبيعته يبحث عن اخر يؤنس به ويبحث عن اخرين يتعامل معهم في العلاقات الاجتماعيه، فان طال او قصر هذه المده لابد ان يبحث، حتى لو انعزالي هيجي في يوم يفك هذه الانعزاليه ويبحث عن شريك. الشريك ده ممكن يبقى صديق، يبقى اخ، يبقى حتى الاب الموجود في البيت وهو غائب او حاضر الغائب زي ما بنقول. احنا عايزين ندوب الفجوات دي كلها بان احنا نخصص وقت، وانا دايما اقول الحوار وتخصيص الوقت. احنا قدامنا هنا مناسبات اجتماعيه كثيره جدا، ان احنا بنقول ان العيد يا جماعه قطعه من الزمن خصصت للفرح ونسيان الهموم. الفرح يعني واحنا مع بعض. والأقربون أولى من كل شيء، يعني أقربون بالصدقة، بالذكاء، بالحب، بالتعاطف. لو بصينا لأولادنا بصات إيجابية بدون مقارنة وحبيناهم وحبينا بعض، والناس اللي متخصمة الصالح في العيد هو ده العيد، الدنيا تبقى جميلة أوي. العيد ليس من لبس الجديد زي ما بيقولوا، ولكن لمن خاف من يوم الوعيد. يا رب تكون الرسالة وصلت. أشكرك شكرا جزيلا دكتور إيمان عبد الله، استشاري صحة نفسية وعلاج أسري. أشكرك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة. والدكتور أستاذ دكتور محمود الصاوي، وكيل كلية الإعلام جامعة الأزهر، كل سنة وحضرتك طيبة. شكرا جزيلا، كل سنة وحضرتك طيبين جميعا. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هاكد عليكم تاني، كفايه بقى واتساب، كفايه اي حاجه، انزلوا وزوروا قرايبكم وخليكم في البيت. اول يوم ده هو فعلا يوم اسري بحت، لا بقى صحاب ولا اي حاجه، ركزوا مع الاسره وعندكم تاني وثالث يوم براحتكم. طبعا كل سنه وانتم طيبين، اليكم تحياتي وتحيات فريق عمل بنت النيل، والى اللقاء.